جاهزة. ما سوي قدمه تلفون عندي بقى يدي الحال وهول ارجع شوي ارجع يا ورا يا سلام الطاير بدي شحوم بريش المردوم والجنحاني سلامتني من السحابة تلتم وامست عرض الله بالها التاني بالعطر بالكادي لكم يتقسم من دون حيلة في الجميع أخوان بالعطر بالكادي لكم يتقسم من دون حيلة في الجميع أخواني ولا سمحتوا لي فأنا بتكلم والقي عليكم بعض من قيفاني كمن لي هايز حلف لي وقسم ولا نسيته قال ما إنساني والساعي الهاجس علومك تسلم لك عام في الغيبة وهذا الثاني إنك على عهدك وعدك مالا ما قصدر منك وجع كفاني لا تهتر فوقي ولا نتحتم من باطلك نوم العيون جفاني أمسي السهر في الفراش أتألم والنوم ما جاء في سبول عياني طابت شعوري بعد ما الموج استم أنا ما جرى في حق كل يماني والوضع حطمني وأنا متحطم كنا وكنا وانت هذه كاني وفصل ثاني يا رجال المغرم الأحمدي منكم هو نيساني وعاد حقه عندكم يتكلم وزاد وفى الخوخ والرمان الأحمدي منكم هو نيساني لا زال حقه عندكم يتكلم وزاد وفى الخوخ والرماني ذا قول شاعر للقوافي نظم نشوان من عولة بني زيداني والأحمدي هو بندقي والمحزم والشايع منا مع العصفاني وما حالكم دام الله السرور للسرور
على نوايا صادقة في الأول دائم ضيوف العز نستقبلها بجمل تحية وصل ما تتبدل في وصل ضيفان الشرف نبذلها بالحب والتقدير بات تتواصل من كل لساني وأنا قايلها حيا عدد ما كل تاهم همشل وقلت سحابة شن من سابلها وسيلها تجمع وفض السيل والأرض تلغت سيل من سيلها بوصلكم يا ضيف نور المحفل يسعد صقور الحفل في محفلها حفلة سعيدة يا ذراري شعفل باعز وغلا ضيف يا مجملها أسماء تهاني باسمكم تترسل عبر الفضائيات ما ننسلها هيا بني زيدان من يتأمل لا يا هيا بني زيدان من يتأمل مثل المقادر والقسم يحملها مثل المقادر والقسم يحملها لا جل القدر هو القسم يتحمل أعمال لازم بنتكم تحملها أعمال لازم بنتكم تحملها تقدح وتحطب يوميها بالمعول لازم تجهز الحطب معولها والفجر تنشر والفجر تنشر يوميها ما تكسل لا شيء عمل في الحال حالات تبتلها كل شيء قرايف يوميها ما تكسل إلا إذا المحبوب ذي كسلها والقش هايد حقها تتأجل قد جل قسم قد حاطها وأجلها أجلها والعفو للهاجس عليكم طول وقطع حروف الشعر ذي طولها ذكر النبي في بدع ذكر النبي في آخره والأول صلاة دايم والحروف أكملها وسلم أحوالهم من الشر وسلموا وسلمكم دايم ورحبوا حياكم.